إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. أكيد أجواء ليلية هادئة بشوارع العاصمة العلمية كما كتشاهدوا معنا، ونتمنى على أنه يكون تفاعل ديالكم من أي مدينة تتابعون هذا البث المباشر. أكيد العديد من السادة المتابعين الأوفياء كيتابعونا من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، خاصة يعني الناس اللي مشتاقين يشوفوا الأجواء بشوارع مدينة فاس من خارج أرض الوطن، فكيكون الشياق كيكون حنين للبلد الأصل للمدينة اللي ترعرعوا فيها. فكنلقاو صراحة هاد الجولات خاصة الناس ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كيعجبهم مثل هاد الجولات. وبالنسبه كذلك الساكنه ديال كل المدن المغربيه، فكاين اللي كيعجبو يشوف المدينه ديال فاس هو خارج مدينه فاس. السلام عليكم، لاباس؟ سي رشيد المصاوي، تبارك الله عليك خويا، تحياتي لكل الساده المتبعين الاوفياء، الناس اللي كيتابعونا اللي كيخليو تعليقات ديالهم، كل واحد يعطينا اسم المدينه اللي كيتابعنا منها، غنحاولوا نشوفوا نقلوا لكم هذه الاجواء بمدينه فاس اكيد ليلا. غنحاول نناقش معكم مجموعه من المواضيع تتعلق ب يعني بالامور ديال تدبير الشان العام هنا في مدينه فاس، القطاع ديال النظافه، القطاع ديال الطوبيسات، القطاع ديال السياحه، القطاع ديال مجموعه من الامور. النقاش فهو مفتوح، اللي عنده شي اقتراح واللي عنده شي موضوع اللي اكيد بغى يناقشوا فغنخليو النقاش مفتوح معكم. مشاريع المونديال اللي هي كنشوفوا الان يعني بطبيعه الحال مدينه فاس، صراحه الله كنشوفوا مجموعه من المدن اللي انطلقت فيها مشاريع المونديال، مدينه فاس لحدود الساعه مازال كننتظروا الامل على انه يتم برمجه مجموعه من المشاريع. اكيد نادور تحياتي لك العلوي، العلوي السلام عليكم. وعليكم السلام، طريق عين شقف سي منصف، تبارك الله عليك خويا العزيز القدر. سافانا فاس مشات اخي منصف، ويا ودي اخي سافانا الله يصوب وصافي، ان شاء الله كاين الخير، نبقاو متفائلين وما غيكون غير الخير. المهم حنا نديرو اللي علينا كاعلام وكصحافه، نقلو صوت المواطن وما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال. راه اللي قبيح هو انك تبقى تغطي الشمس بالغربال. دابا انا من خلال اللايفات اللي كنقوم بهم في شوف تيفي في مدينه فاس، موضوعي في التعاطي مع المواضيع، ملي كتكون شي حاجه اللي خصني ننتقدها راني كننتقدها، ملي كتكون شي حاجه خصني نشيد بها راني كنشيد بها، ماشي سلبي لاقصى درجه وماشي ايجابي لاقصى درجه. شد الصحفي راه خصو يكون كيمشي مع المواضيع كيف ما هي، يكون كيتعالج الامور بطريقه موضوعيه، جا الموضوع غتمشي معاه. اسيدي تفتحات جردان نديرو اللايف ونقولوا راه تفتحات جردان، ونحاولوا نبحثوا في الخبايا ديال داك الجردان، شحال الميزانيه وكيفاش دايره الاشغال، ونسولوا الناس عليها. اسيدي ما دارش قطاع النظافه كيعاني، نقولوا بان قطاع النظافه كيعاني. ماشي دابا الاشكال اللي كيكون هو ان ملي كيكون مشكل في شي قطاع وحنا كنطبلوا لذاك القطاع، كتلقى مثلا قطاع النظافه ودابا فاس غارقه بالزبل، وكاين واحد غيجي يقول لك لا فاس راه نقيه، فاس راه غارقه بالازبل الشريف، واش عايش معنا ولا عايش مع فين عايش؟ دابا هذا هو الاشكال. ملي كتكون الصحافه كتنقل الواقع فهذا امر جيد، حنا علاش كنحظى باحترام الجميع؟ لان عارفين اني كيفاش داير، كنقول اللي كاين. والعمده براسو، العمده براسو راه صرح بها في التصريح، راكم شفتوا التصريح ديالو، راه قال لي باش انت اللي كاين فاس كتقولها. كاين الزبل كنقول كاين الزبل، كاين النظافه كنقول كاين النظافه، كاين مشروع تحل راه كتمشي تصوروا. ماشي كنجي نكون غير، لان اللي كتشوفوه غير كينتقد، عرفوا بان اما كيصفي حسابات اما ما يمكنش انت ديما تنتقد، ما يمكنش. راه كاين شي امور غنقول لا مزيانين، بحال دابا انا نعطيكم غير مثال اخوتي باش تفهموا الفكره اللي بغيت نناقش معكم انا هذه الليله، ولا ربما هذه لو وصلنا لهذه القضيه هذه غادي نوصلوا غتعرفوا الشفرات ديال اللغز اللي كيحير المغاربه كاملين. كاين دابا الان ملي كنبقاو نكونوا دائما كنطبلوا وكنشيدوا بالمجهودات ديال المسؤولين، فشنو كيعتبروا الناس؟ كيقول لك راه باين، راك انت الصحافي الوحيد اللي كاين في فاس نازل. الله يحفظك اودي اخويا الصفا، انا ما نقلوش من القيمه ديال الزملاء، ولكن شوف
والله شاهد على ما أقول. أتحدث معكم بصدق وأمانة، والله شاهد على ما أقول. لا أريد أنني نكون عدمي. سمعوا هذه الهضره اللي غنقولها لكم، والناس اللي متبعيني بشكل كبير، ما بغيتش هنا في مدينه فاس، اقسم بالذي خلقني، وماشي محتاج انني نحلف لكم، ولكن انا كنعتبركم عائلتي، كنعتبركم انني اقسم بالله الذي خلقني انني اخدم هذه المدينه بصدق وامانه. سمعوا هذه الكلمه مزيان وغتفهم. أقسم بالذي خلقني أنني أقوم بواجب الصحفي والمهني كما يجب. أقسم بالذي خلقني أنني ألتزم بضوابط المهنة كما يجب. ما كان شهر بحد، ما كان جين طبل لحد الميكي زي ما كجي واحد غايجي يحاول، راه ما كيش كيقدر أنه يجي يقرب لي. زي ما عارفني المبادئ ديالي والأخلاق ديالي، المنتخبين كيحترموني. نقول لكم علاش، لأنني مني كنجي ننتقد المسؤول، ماشي كنجي ندير داك البوليميك ولا كنتقد المسؤول وكنبقى نسب فيهم ونشهر بهم. لا، اعرف كيف انتقد. ملي كنمشي للساحه ديال فلورنس راه اناشد المسؤولين بانهم يديروا خدمتهم، لان الضوابط المهنيه ماشي غتجي انت تشهر بواحد اخر. ملي كيجي عندي شي واحد باغي يقول الاسم، راه قواعد الصحافه والنشط شمنع علينا اننا نشهروا بالناس. راه كاين قانون اللي سميتو التشهير، حنا ما جايينش نديروا التشهير، جاي نديرو الصحافه بالقواعد ديالها. الدراري الصغار بعدو منهم، باش ما غنبقاش الدري الصغير غنبقى نصور داير شغل الصغار. كان واش حنا غنبقاو ندوزو حالات اللي الصغار راه كنديرو الصحافه بالقواعد ديالها، ما غنجيبوش حالات ندوزو. فوقاش كندوزو الحالات الصغار؟ ملي كيكون شي موهبه، كيكون شي راه خوتي ثيقوني بان راه كاينين الناس كيشتغلوا في هذه القناه. والله العلي العظيم الا نقوم بعمل الله اللي عالي وعالم باننا نحب هذه القناه ونحب المتابعين ديال القناه. ملي كيجي عندي شي واحد، انا صورت مع الملف اللي فجرناه ديال مول لافاجات، المتنقل مول لافاج عفوا، المتنقل اللي كيتعرض للزطاطه. كاين واحد اخر يقول لك مالك اخويا كتدخل راسك انت في هذه الشبوقات الزطاطه والعصابات وكيبتزوه. راه كاينه موت وحده الشريف، راه ما كنخافوش، كنخافوش اللي كاين كنقولوه، ما كنظلموش، ما كنقطعوش رزق عباد الله. ماشي حنا الهدف اننا نفجروا الملف ديال الباركينات، اننا داك العساسه مساكن اللي في الباركينات غادي نخليهم يمشيو يتشردوا. اسيدي النهار اللي غيبغيو يهضروا قناه شوف تي في تفتح لهم الابواب. حتى العساس ديال الباركينغ راه خصو يعيش بكرامه، راه خاص يتوفر ليه واحد الصالير في المستوى المطلوب. حنا ضد سياسه التسول، انا نهضر معاك بصريح العباره، ضد سياسه تمد ليد. راه كيجي عندي شي واحد كنحس به غير باغي يسعى بالحاله ديالو، راه كنعيق به. الشريف راك انت غير كديرنا وما غنسمحولكش انك تنصب على المغاربه. الصحفي المهني، الصحفي اللي كيخدم باخلاق يعني انا خليت معكم موضوع مفتوح للنقاش، فيها كنشوفوا الشوارع شنو واقع فيها وكنهضر. منين نشوف واحد جاي انه يصور معايا باغي غير ينصب على المغاربه، والله ما يدوز عندي. واحد اللي محتاج المساعده ديال المغاربه، والله حتى يدوز عندي في قناه شوفتي، والله حتى يدوز عندي هنا في المدينه اللي كنمثلها. واحد اللي غايجي ينصب عليكم المغاربه، والله ما نخليه يدوز. انا عارفه ما خصو حتى حاجه وغنخليه يدوز، والله لا داس. حالات انسانيه اللي شحال من خطره دوزنا حالات انسانيه اللي اكيد المغاربه تساعدوا معاهم وداروا معاهم الواجب، وهذا راه واجب لينا حنا. الحمد لله الدين الاسلامي كيجمعنا والمغاربه راهم كيتحنوا بيناتهم. بحاجه واحده اخرى، مواضيع اللي الان انا نتحدى مجموعه من الناس اللي كيبقاو يشوفوا غير بعض المواضيع التافهه. اكيد الكل يبحث على انه لربما يعني يولي مشهور ويتشاف. ما كنهضرش عليا انا، كنهضر لك انا على يتشاف، يعني يشوفوا غدير واحد الموضوع اللي خاصو يتشاف. ولكن الشريف راه كاين الفرق ما بين الباد بوز، سمعني هذه الهضره هذه غنهضر معكم صريح العباره، كاين الفرق ما بين انني ندير البوز. انا يعجبني ندير البوز ايجابي، انا نقول لك باش ندير البوز ايجابي. انا درت البوز ديال انني فجرت واحد الملف ديال الباركينات هنا في مدينه فاس اللي جا عندي السي احمد كيشتغل وكيطلبوا له الزطاطه ديال 5 دراهم و10 دراهم. هذا راه بوز، هذا بحد ذاته راه بوز، ولكن ايجابي ماشي سلبي. ماشي غندير البوز انا، كل واحد الله يعاونو على خدمته وعلى طريقته ديال الشغل. انا كنهضر على طريقتي ديال الشغل مع المغاربه اللي كيتابعوني الان بالمئات.
الا كنت غندير البوز بطريقه سلبيه غير بلا ما ندير البوز، الا كنت غندير البوز انا بفضيحه اللي اكيد جايه وحده. انا ما كنقللش من المغربيات وخوتنا، والمغربيه راه كتبقى اختي وخالتي وامي وجداتي، المغرب المغربيات اعتزوا بهم. وحده جايه تافهه ما لاقيه ما يدار باغا تكري البوز، واسمع عشري اسمع، انا نهضر معاك الهضره هذه ولا ربما غنكون قاسي فيها. وحده ما تافهه ما عندها ما يدار، دارت باج فيسبوك ولا باج انستغرام، غتجي تعيط لي في التليفون السلام عليكم وعليكم السلام، ولا تمشي تراسلني عبر القناه وتبغي تدوز تشطح لي في اللايف. ما عندك موهبه ديال الرقص اللي نقولوا مثلا انك هذا غير مهم، باغا غير دوزي غير ديري البوز. اه والله لا تسي معايا انا بعدا، لانني علاش انا اعي قدر المعرفه، اعي قدر الوعي بانني احمل على عاتقي مسؤوليه انني نبقى كنشرف هذه القناه في المدينه اللي كنمثلها. ما غاديش نشوه انا بالقناه ونشوه براسي في المدينه اللي كنمثلها. يحصل لي الشرف لانني نمشي نصور في السوق موضوع ديال غلاء الاسعار، ونصور مطيشه منين تغلى نمشي نصورها، ونصور المازوت منين يغلى نقول راه المازوت غالي، ونصور الاطباء اللي كيحتجوا في الوقفات الاحتجاجيه، ونصور الاساتذه اللي كيطالبوا بحقهم، ونصور 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 ونكون ولد الشعب، ولا انني نمشي نصور وحده تافهه باغا تكري البوز. انا ماشي قريت وطبت باش نجي نصور وحده تافهه. واكيد قناه شوف تيفي راه قناه الشعب، توصل صوت المواطن باش نتحدث معك بصريح العباره. لذا هذا احظى باحترام جميعنا في مدينه فاس، ولعل المواضيع التي اتطرق لها، انا اليوم صورت موضوع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، الاحتفالات ديال في ولايه الجهه، وطلقت اللايف فيه جميع المشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. علاش؟ وشجع الناس باش انهم يدفعوا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لان راه كاين مشاريع كيتعطاو ما تقنطوش. هذه من جهه. صورت كذلك موضوع ديال افتتاح، ها هي الساحه ديال باب بوجود تم الافتتاح ديالها، مشيت صورتها. انا ماشي عدمي، انتقد، وصورت مع صحاب التريبورتورات اللي وصحاب المواتر اللي ما خلاهمش يصوروا يحطوا المواتر ديالهم في الباركينات ديال اللي تم افتتاحها. مشيت اسمعني اسمعني الطريقه اللي كيفاش كنشتغل بها في فاس اخوتي العزاز، وانتوما غتقولوا لي الطريقه هذه واش فيها النزاهه ولا ما فيهاش النزاهه. ملي كتكون شي موضوع ايجابي، افتتاح باركينغ ولا افتتاح جرده ولا افتتاح منصف كمراسل القناه، راه خصو يمشي يصور داك الشيء. ملي كيكون الموضوع ديال الاسبال ديال الطوبيسات ديال احتجاجات ديال شي واحد كيشتكي، راه خصني نمشي نصور داك الشيء. خصني نصور جميع المواضيع، ولكن المواضيع التافهه التي لا اعتبره بانها تقدم افاده وبانها تشرف القناه وتشرفني انا كمراسل، اخويا راه غير بعد ملي تعطيني تحدي العاصر غنصورك انا تحدي العاصر في مدينه فاس. اسمعني اسمعني نقولها لك بصريح العباره. انت كتجي كدير واحد العصير كدير به التحديات، باش غتفيد الشعب المغربي؟ انت شربتي 30 عصير ولا 20 عصير ولا 40 عصير؟ انا هذا كيبقى الموقف ديالي اخوتي المغاربه، سمحوا لي، ربما نقدر هذا الكلام ما يعجبش الناس، ولكن انا كنهضر معكم بشكل واضح وصريح. غنصور انا تحدي ديال العصير، انا نشرب 30 عصير، وكل واحد وقناعه ديالو، وهذا هو ربما وجهات النظر ديال كل مغاربه كتختلف، ولكن الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. تحدي ديال العصير، انا غنشرب 30 عصير، واخا الشريف انا غنطلق لك اللايف غتشرب لي 30 عصير واخا باش فتينا. انا كنهضر على راسي، على انا كمراسل، عاطيني مدير القناه مشكور السيدري الشحتان، نهار اللي طلعت باش نشتغل في القناة عرفت بأنني أحمل على عاتقي مسؤولية عظيمة، وبأنني داك الصالير اللي كنشدو ولله الحمد والشكر ما مخصوش، خصني نحلل الصالير ديالي. باش غنحلو؟ غنحلو نخدم بمصداقية وأمانة، ونكون دائما كنتفكر بأنني صوت المواطن هنا بمدينة فاس وبالجهة كاملة. حنا نحمل على عاتقنا مسؤوليه ايصال صوت المواطن. يمكن داك الموضوع اللي غنمشي نتصور فيه ديال التحدي ديال واحد العصير، مع احترامي للجميع اللي مارك، غنمشي نصور لا نمشي نصور قضيه ديال انني نفك مشكل، انا واحد الناس مساكن راه محتاج القناه ديال شوف تيفي، محتاج المراسل ديال قناه مدينه فاس باش نصور معاه مشكل ديالو، يحصلوا لي الشرف. نهار اللي كانوا مساكن المرشدين غير نظاميين وكانوا كيدقوا الابواب ديال المنابر، لقاو القناه ديال شوف تيفي ولقاوني معاهم. انا دابا الان ملي كنهبط للمدينه القديمه معزز مكرم، لا
احترام تام من عند المرشدين غير النظاميين وعند المرشدين النظاميين ومن عند قطاع الطاكسيات لا الصغيره ولا الكبيره ومن عند الحمد لله موصف معزز مكرم يحظى باحترام الجميع المنتخبين براسهم اللي كنتقدهم ولكن كنتقدهم باحترام كنتقدهم بمسؤوليه كنتقدهم ماشي بالتشهير النهار اللي كانوا كيتحاكموا المسؤولين ديال الجماعه ما كنتش كندوز انا الاسماء ديالهم قناه ديال شوف تيفي كانت ما كدوش الاسماء ديالهم هي انت كمسؤول راه كتحاكم ولكن المتهم البارح حتى تثبت الادانه ديالو وراه تحكم وما قلناش السميه ديالو كنقولوا فلان كنقولوا مسؤول الصفه ديالو ولكن الاسم ما كنقولوش انا حريص كل حرص اخي سي العزاز النهار اللي كيجي عندي صور معايا شي حاله انسانيه على إنسانية عنده مشكل مع شركة خويا العزيز تحياتي ها هو الشريف ها هو ها هو فلاي لفت ريبورتر كيتفرج ها تما شوف صافا خويا هانيا بخير اللهم يسير تبارك الله عليك الله شوف الحب ديال المغاربة وأنا كنوجه لك التحية شوف نهار اللي تحتاجونا حنا معاكم بلادي ديالي ريبورتر اللي ليفرور مساكنة هو متبع اللايف مسكين والله العلي العظيم ولكن واخا هذا السلوك المهم راه متبع اللايف مسكين والله العلي العظيم كيقول لي تحيات نحظى باحترام الجميع احب من احب وكره وشوف هناك من يريد لك الخير بمدينه فاس كنقول وكنتحدث صار وانا عارف كنقول راه الناس غيفهموا الميساج ديالي انا اؤمن بقضيه واحده اؤمن بانه لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا والله النهار اللي كتكون انت فيك المصداقيه والنهار اللي كتكون كتشتغل بامانه وبحب وعارف بان عليك واحد المسؤوليه على العاتق ديالك خصك تنقل صوت المواطن والله العلي العظيم ان المغاربه كيحترموك وكيقدروك اقسم بالله الا جد ممتن لكم كنتحدث معكم وانا الدموع في عيني اقسم بالله الا كنتحدث معكم في هذا اللايف بصريح العباره جد ممتن لكم على الحب والتقدير والاحترام اللي كنحظى به في كل الدروب والازقه ما غنقول لكمش انا باتمان ما غنقول لكمش ولكن كنحس بان بينما ملي كنمشي لاي حومه وكيعيط لك واحد من البعيد كيقول لك منصف كمل في طريقك راك كتشرفنا يحصلوا لي الشرف اقسم بالله الا كنزيد 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 نعطي تعيط لي فين ما كنتي وغنقول لك واحد القضيه القناه ديال تي في فين ما عيطتي لي ما تعطيني لا درهم لا جوج حنا القناه مجانيه كنقولها امام الملأ والله الا واحد السيده البارح والبارح مشيت صورت واحد حاله ديال اختفاء تصوروا معنا تصوروا معايا اخوتي المغاربه وانا فهاد البث المباشر يعني كنقل لكم المشاعر ديالي ومزيان تعرفوا شنو في قلبي لان كنقيل معكم في المواضيع اكيد وكنشتغل معكم وتعرفوا شنو في قلبي مشيت صورت واحد السيده مسكينه في حاله ديال اختفاء توصلنا بالميساج ديالها عبر قناه شوف تي في مشكور السي انس والسي عبدو على التواصل ديالهم الدائم والمستمر اكيد اكيد كل الزملاء التقنيين اكيد بالقناه اكيد في المقر المركزي اللي كيديروا مجهودات جباره لي موديراتور دري كاملين كل الفريق ديال المونتاج دري كاملين كل التقنيين توصلت الميساج كوم كوا بان واحد الحاله ديال الاختفاء كان مع شي 11 الليل ولا 10 ونص ولا ما عرفت كيفاش والله ما نكذبش عليكم وغنقولها بصريح العباره والله الا دخلت للدار بدلت حوايجي ودخلت صافي يعني ما بقاليش ما نخدم دخلت للدار انا ما غنكذبش نقول الواقع شفت داك الحاله وقلت راه نخليها حتى الغدا بقيت كنشوف انا دائما اتذكر المسؤوليه الملقاه على العاتق ديالي بانني انا راجل مثل المواطن وراه خصني كاين صعوبات ديال الدومين والله الا صيفطت ميساج وما خصنيش نقول هذا الشيء ولكن عادي وقلت انا غنمشي نخدم دابا هذا الموضوع ومشيت عندك السيده وبالرغم لان الحي اللي كتواجد فيه داك الاسره اللي كيقلبوا على الشريفه ديالهم حي شويه قاصح بالليل باش نمشي له والله الا مشيت بحال ديال اختفاء وصورت ودخلت وغنقول لكم شنو وقع وغادي نوجه الرساله والشكر والاحترام للدراري ديال الضحى اللي ديال سيدي هادي ويعني بن سوده ودرت اللايف ديالي وبحثنا على داك السيده ويعني وجاب الله تيسريني اللايف مشى مزيان ويعني ساعد داك الناس والله العلي العظيم الا سطالي الطوموبيل وهزيتهم معايا ومشينا للجرده وكنصوروا بالليل ومنطقه صعيبه شويه وغامرت ودرت الواجب المهني ديالي مسالينا جاو داروا بيا واحد الدراري جا داك الاسره قالوا لي زعما يلا في حالك لا قلت لهم لا خليني نهضر مع الدراري حسيت بهم بانهم مصاويين
جا خويا تبارك الله عليك وداك السقو كيعرفوني راه كتشرفنا وهادي وفي الليل ومنطقه ما كنعرف فيها حتى واحد وشي 20 ولا 30 درهم هما الدراري راه يكونوا كيشوفوا اللايف دابا ديال الضحى ديال وثقت فيهم لان شوف انا كنعرف بان حاجه وحده ممكن تاذيك لن يصيبنا الا ما كتبه الله له كون غير مزيان كون غير انت مزيان والله ما تاذيك شي حاجه قالوا لي خويا العزيز راه حنا متبعينك تبارك الله عليك بغينا الرقم ديالك راه بغينا نصوروا هذا الملعب راه حنا بغينا نستافدوا من هذا الملعب يتصوب لنا قلت لهم شوفوا عطوني واحد فيكم جا الدريري لقيت الرقم ديال التليفون عيطوا لي بغيتوا تصوبوا تهضروا على هذا الملعب جمعوا الدراري كاملين وعيطوا لي ولعبوا العار الى ما جيش وها انتم غتشوفوا انا كنعطيكم وعد الحدود الساعه انا كنقول لكم دراري ديال الضحى الملعب اللي كاين تما الدراري اللي وقفوا معايا داك الليله اللي كنت كنصور الحاله انسانيه تواصلوا معايا في التليفون اخوتي مازال ما تلاقيتش الاتصال ديالكم ولا انا غنجي نسول فيكم تما عيطوا لي في التليفون راه عندكم الرقم ديالي نجي نصور معاكم ولا نسمحش لاي واحد محتاج القناه ديال شوف تيفي وما يعيطش في اي وقت يعيط لي في الرقم ديالي غيلقاني واقف معاه على قد الاستطاعه راه احيانا راه كيكون عندي مثلا الموضوع كيعيط لي شي واحد كنكون انا ديجا راني كنصور واحد الموضوع كنقول له شوف راه دابا راه جوج حالات وثلاثه راه كنصور معاهم غير عطيني شي وقيته وعاود تواصل معايا ولا لا عيطتي لي ما جاوبتكش راني كنكون غير لايف ولا كنصور صيفط لي ميساج في الواتساب راه غنصور معاك هذه راه مسؤوليه اخوتي العزاز ملقات على عاتقنا كمراسل كصحفيين عندي البطاقه ديالي الحمد لله ديال المجلس ديال الوطني للصحافه اللهم لك الحمد والشكر حصلنا على البطاقه شغلنا كمراسلين دابا الان كصحفي ولله الحمد وما كاينش الفرق ولله الحمد كنا كنديروا دور ودابا كنديروا نص الدور واللي فيه المعقول راه فيه المعقول سواء كان مراسل ولا كان بالبطاقه راه اللي فيه المعقول واللي كيشتغل بغير على المدينه وكيخلي السمعه ديالو نقيه في المدينه كلشي كيحترمه انا غير بغيت نخوي عليكم قلبي اخوتي لان اكيد راه كنقيلوا في المواضيع هذه الجوله المسائيه فرصه باش اننا نتواصلوا معكم وراه ربي ما كيحشمناش ربي ما كيحشمناش كتكون نيتك مزيانه ربي كيسهل لك ويدير لك مسلك ديال الخير غير ما تبغيش الاذى للناس انا كنبغي الخير للناس كيجي يصور معايا شي واحد كنقول له خويا العزيز ما تشهريش السميه ما تقوليش السميه ديال الواحد هضر على القواعد الجاريه العامه حنا ما كنديروش التشهير حنا ماشي كنديروا دور المؤسسات انا ماشي ملي كيجي شي واحد مظلوم كاينين المؤسسات ديال بلادنا اللي كنعتزوا بهم وكنفتخروا بهم كاين المؤسسات ديال القضاء كنحترموها وكنقدروها المؤسسات الامنيه هما اللي كيحموا حماة هذا الوطن راه كنعتزوا بها راه خصك تكون كتحمل عليها ماشي غير اجي وطلق لي نعطيك اللايف تبقى غير تطلق ماشي كنوجهك انا ما كنوجهكش قول لي بغيتي في اطار حريه التعبير ولكن خصني نقول لك لان غايجي واحد مسكين ما عارفش القواعد ديال الصحافه ما عارفش بان كاين قانون ديال التشهير غتخليه يطلق قول السميه غير لقى راسو متابع بالتشهير لا خويا ما تقولش السميه ممنوع باش نقولوا السميات نشهروا بالناس حنا كنديروا الصحافه ماشي التشهير فالله يجازيكم بخير انا قررت انني نكشف لكم ومن خلال هذه الجوله كان حديث من القلب نابع من القلب نتمنى نكون وصل للقلوب ديالكم متابعينا والله يعاوننا على 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 هذه المهمه صعبة واكيد غنبقاو دائما في خدمة المواطن شكرا متابعينا الى ما لقى بكم في بث مباشر اخر حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله